مشاهدينا، ورح نروح لأولى محطاتنا لليوم، ورح نحكي فرح فيها عن موضوع يمكن بهم كتير من الأشخاص. لا مو يمكن، أكيد سلمى، لأنه مثل ما بلشنا حكينا قد ايه التفاؤل مهم. طبعا ممكن بعض الناس بهي الظروف وهي الضغوط تقول نمنا نجيب تفاؤل، لا التفاؤل موجود، والكلمة الطيبة والكلمة الحلوة دائما إلى أثر كتير كبير. نحن بذاتنا وبشخصيتنا قد ايه قادرين نجذب الطاقة الحلوة، وكل الأفكار الجيدة ممكن تتحول لأرض الواقع لنجاح وإنجاز. هذا الشيء اكيد ممكن يصير، وجربنا يمكن بكثير من مراحل حياتنا. لما سلمى نحن بنقول انه نحن مناح ونحن قادرين ونحن صح، قديش بتحسي يمكن هي الافكار بتترجم بطريقه صح وبطريقه كثير فعاله على ارض الواقع، سواء من الناحيه الماديه الاجتماعيه على مستوى العمل بكل النواحي. صحيح فرح، ويمكن انا وانت الصبح كنا عم نقول قديش الكلمه بتاثر، مو بس بتاثر بنهارك، بتاثر يمكن ببناء الانسان كله. يعني كلمه ممكن تقوليها لطفل ضل معلقة براسه، وقت يكبر يحس بكتير أمور هي غلط تماماً واقعية تماما. بس كرمال ثقافة أنه أنا مسمح لي انتقاد، مسمح لي أحكي، مسمح لي حط آرائي الشخصية محل الشيء الواقعي. لهيك دائماً خلينا نكون إيجابيين وننتبه وننتبه لكل كلمة بنقولها. بس نحن كيف منحاكي حالنا، كيف منخاطب ذاتنا، وكيف هذا الشيء له تأثير، رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل مع دكتورة شفاء صوان. يسعد لي صباحك. أهلا وسهلا. صباح التفاؤل، صباح الإيجابية والكلمات الإيجابية والنهار الحلو الإيجابي. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. يا ميت هلا. دايما بيسألوا الناس أنه معقول فعلا نحن فينا نبرمج حالنا وأفكارنا، وفينا هيك نغير من شخصية شخصيتنا أو كيف نتعامل مع الأشخاص من خلال كلمات؟ تماما. أكيد أكيد، حتى بنشوف الأولاد اللي بيربوا ببيئة فيها كلام إيجابي كيف بيكون نموهم، الأولاد اللي بيربوا ببيئة سلبية كيف بيكون نموهم. نحن إذا حدا قالنا كلمة إيجابية كيف يكون نهارنا، إذا حدا قالنا كلمة سلبية. طبعا أنا الوعي هو اللي بيخلق عنا حالة أنا شو بقول لحالي كلام إيجابي لحتى ما يأثر علي كلام السلبيين اللي حواليه. بجوز الوسط اللي حواليه مو كله إيجابي، بجوز حدا يقول لي كلام سلبي. قد ايه أنا بثق بحالي وقد ايه أنا بحب حالي، قد ايه أنا واثق. بس قد ما كان من أفكاري بيتأثر يعني طبعاً طبعاً واقعيين شوي. ايه؟ يعني في كثير ناس تقول لك أنا عندي مناعة، صرت ما برد على حكي عالم، ما بشيله من أرضه. بس في كتير عالم لا بيتأثر. إيه هلا كل ما علي مستوى الوعي كل ما كان في يستوي عنا المدح والذم. يعني حدا مدحني أو حدا ذمني نفس الشيء. هي عم نحكي عن الوعي العالي. بس الأصل الأصل بالكلمات شو نحن بنقول لذاتنا قبل ما نفكر بشو عم يقولون الآخرين. طبعا كتير مهم شو عم يقولوا الآخرين حوالينا، لكن ليس بمهم قدام أنا شو عم أقول لحالي من كلمات. أنا بقول نهاري حلو، أنا بقول الحياة الحمد لله سهلة، الحياة إيجابية، في تيسير إلهي، في كرم إلهي، في شغلات عم تصير حلوة بحياتي، رح أنا متوقعة كتير ومتفائلة خير بالأيام اللي جاية كتير. هلأ بيقولوا دائما، في ناس بيقولوا دائما اليوم اللي جاي لسه أسوأ من اللي حيجيهم، أيام أسوأ من اللي هن عايشينه. ليش؟ أنا هو افترض هيك، فالكون بيقول له آمين، بيقول له آمين شو ما بتقول أنت. فالكلمات والكون بيجي بيقول آمين لأي شيء إحنا بنقوله، أي شيء إحنا بنفكر فيه، أي مشاعر بنشعر فيها. كمان إذا قلت أنا مبسوط بس أنا من جوا ماني مبسوط، مشاعري سيئة جدا، لا أنا مبسوط لازم أكون من جوا كمان مبسوط. أنا سعيد لازم أنا سعيد. أنا شاعر بالغنى، أنا كمان غني، أنا غني بالشي اللي عندي بمتلكه. الغنى مو قد ما نمتلك أشياء، لازم أنا أكون غني مثلا إذا كان عندي مي، إذا كان عندي تياب لابسة، إذا كان عندي سقف عم يقاويني، على كل لقمة عم باكلها، على كل على ضوء الشمس، على الصحة، على العافية، على أي نعمة. ولئن شكرتم لأزيدنكم. دائما لما الإنسان بيشكر بيعطيه الكون ورب العالمين الزيادة والوفرة في كل شيء. تمام. وكل ما الإنسان كفر وغطى النعمة شو يعني بتزول منه. لأن كفرتم لأن عذابي شديد، فأنت دائما بعذاب، دائما الإنسان عم يتعب، دائما هو متذمر، فدائما هو لأنه غير راضي لا عن نفسه ولا عن الأقدار ولا عن الشيء حواليه، فهو دائما بحالة تغطية للنعم اللي هو موجودة فيها. فهو عن جد ما عاد يعيشها هي النعم، ولا عاد يحس فيها حتى لو كانت موجودة، وكل اللي حواليه حاسين فيها هو لأنه عنده هي حالة التغطية اللي هو أصلاً ما شاف في البداية، فهو ما عنده حالة الشكر والامتنان لكل شيء. بيقولوا لك إذا بدك النعم تزيد وتفيض في حياتك، الشكر والامتنان، كل ما امتنيت أكثر الكون ورب العالمين بيقول لك آمين. نعم. فكرة يمكن أنا بحسها هي بتجسد الواقع اللي نحن عايشين فيه. لما الشخص بيكون واضح
واثق من نفسه وبيحب نفسه طبعا بطريقه صح، خلينا نقول بعيدا عن الانانيه وبطريقه ايجابيه تماما. فهون يمكن هذا الشيء بينعكس على حياته وتعامله مع الاخرين. يمكن مثل ما قالت سلمى، هي الانتقادات السلبيه اللي ما لها معنى من الصحه، او يمكن جميع التعليقات كلمات السخريه ممكن تقول، ممكن نقول يمكن هي ما بتاثر عنا وما بتشكل عنا ولا حيز من تفكيرنا. قد ايه هذا الشيء اليوم مطلوب لكن بطريقه صح بعيدا عن الغرور. تمام. هلا كثير مهم نعود الطفل انه مثلا لو اذا حدا سبه انا لا، انا ما بنزل مستواي لهذا المستوى، انا اخلاقي ما بتسمح لي اني انا اعمل هيك، انا تفكيري ما هيك. اذا حدا، انا بعرف طفل بزماناتي شفته كانوا عم يقولوا له يا غبي وكذا، فصار يمشي بالشارع يقول انا ذكي انا ذكي انا ذكي. فشوفي سبحان الله بالفطره، مع انه هو لا متعلم هي القصص ولا كذا، لكن بالفطره حبه لذاته هو خلاه يقول انا ذكي انا شخص منيح. فكل ما كنا نحن عندنا هي الفطره شغاله، انا ما بقول مثلا الناس اللي حوالينا الظروف صعبة، الحياة صعبة، كل شيء بالحياة بتشوفوا الناس اللي بيحكوا هاي الكلمات فعلا ظروفهم صعبة، حياتهم صعبة، المال حتى والوفرة عندهم سيئة جدا، لأنه ما في وفرة، لأنه أنا عم أقول أنا صعبة وما عم يجيني مال، فأنا بالتالي ما حيجيني هيك. بالمقابل إذا قلت الحمد لله الحياة منيحة وأنا أموري منيحة، وبيقولوا البلوى تعم والرحمة تخص. الرحمة بتخص لما أنت بتقرر أنك أنت تعمل الأشياء الإيجابية، تعمل الخير مع كل العالم، تتوقع الأفضل وتكون متفائل وإيجابي، تحكي مع حالك ومع الناس اللي حواليك كلام إيجابي ومتفائل. كمان من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني الإنسان اللي بيقول إنه الدنيا سيئة وهلكت الناس والناس ما لها منيحة أمورها فهو أهلكهم، أكثر واحد هو سيء هو اللي صدرت منه هاي الكلمات. فكل ما كنا إيجابيين، لو كنا في نعم كتير نحنا مغمورين فيها صدقا، فكل ما نحنا شفنا هاي النعم كل ما لها هي بتزيد وبتفيد. كل ما كنا أكثر من نطلع على النقطة السلبية كمان بتزيد وبتضخم، والعقل بيزيد أكثر، والعقل في كهرباء في مغناطيس، هي الكهرباء والمغناطيس هذا بيجذب من الكون من الأحداث والأشياء والأشخاص ما نؤمن به. حتى بيقول لك كيف على اليوتيوب بيطلع لنا الأشياء أو الفيديوهات أو بالفيسبوك، ونحن مع أنه يمكن ما حكينا هي الفكرة، لكن اكتشفوا علميا أنه الذبذبات اللي بيرسلها الإنسان للكون وللحياة وللشيء اللي بيرسلها لنفسه هي بتظهر كمان بتنوصل بكل شيء حوالينا، الحيوانات والنباتات والجماد. قدي لازم دكتورة نحن بعد عن هدول الأشخاص السلبيين، الأشخاص السامين خلينا نقول، والعلاقات السلبية فيهم، لأنه أكيد يعني هي الذبذبات تنتقلنا بطريقة تمام. أو بأخرى يعني، ورح تأثر علينا تماماً على أسلوب حياتنا. فلا تقعدوا معهم، يعني رب العالمين قال بالقرآن إنه لما الواحد بيسمع كلمات سلبية لا تقعد مع إنسان سلبي. حدا عم يختاب، حاول إنك أنت توقفه عن هذا الشيء، لأنه النميمة بتخلق حالة كارما ما لها منيحة. مثلا حدا عم يحكي شغلات سلبية بقول له معلش سكوت لو سمحت، أنا ما بدي أسمع كلمات سلبية دائما، أو الخروج من هذا المكان، لأنه هذا المكان بيجذب الفقر، بيجذب التعب، بيجذب الأحداث السلبية، بيجذب الأشخاص الأفكار السلبية. فأنا بغنى عن إني يا إما إني أنا ما بقعد بهذا المكان، يا إما دغري بسكت الناس اللي موجودين إذا بمون عليهم، يا إمي أنا بنسحب من هذا المكان، لأنه هو لحتى حافظ على سلامي الداخلي وحافظ على حالة الوفرة والطاقة والخير اللي أنا فيها. أكيد. دكتورة شفاء، خلينا نحكي عن فكرة كمان كتير مهمة، بيقولوا الإنسان ما بيحس بالنعمة اللي رب العالمين عطيها وما بيقدرها، بيشوف شو في عند غيره هو ناقصه، علما أنه كل شيء مقسم على البشر بالتساوي. يعني إذا أعطاني جمال كتير أخذ مني شيء تاني، إذا أعطاني صحة يمكن أخذ مني بالمال وما إلى ذلك. قديه هي النظرية يمكن إذا الإنسان اقتنع فيها ممكن يبلش يستوعب واقعه ويقدر هالنعم الصغيرة اللي عنده. أول شيء نحن الفكرة بالتساوي، أنه في ناس عندهم صحة وعافية. في بعلم الثروة، في عالم روسي اسمه فاليري بيقول أنه إن لما أنت الثروة والثراء هي أنك تكون بصحتك وعافيتك، يكون أولادك صالحين، يكون في عندك مادة جيدة فيها تحفظ كرامتك، فيها الثراء هو كامل. أما أنا لما بقول مثلا أنا مالي ثري، لما بكون أنا معي مصاري كتير بس أنا صحتي سيئة جدا، أنا معي مصاري كتير بس أولادي مالهم صالحين، أنا معي مثلا أشياء، الثراء بكل شيء إيجابي، روحي، نفسي، عقلي، مثلا ما بيستمتع بعقله، في ناس بيصيبهم أمراض مثل الزهايمر وكذا وهيك، صحيح. أو سرطانات أو كذا. فنحن لما بنكون الثراء والغنى هو غنى كامل. فأنا ما كما أعتقد بصح لما بقول أنا الله أعطاني شيء وأخذ مني شغلات، لا، الجمال لا يتجزأ، يعني كل إنسان له نظرته بالجمال وبالحياة شيء معين. يعني بجوز أنا أشوف ناس حلوين، ناس تانين يشوفون مو حلوين، لكن الإنسان الجميل بيشوف كل شيء بالحياة جميل، بيشوف الوفرة والخير بكل مكان.
يمكن انا عندي صفات اتميز بها عن كثير من الناس يعني، لكن يعني انواع الجمال، لكن انا لما بحس بالوفره هون وقتها لا بحسد لا بكره لا بغار، بالعكس بساعد هي الوفره في اعطائها للاخرين ودعم الاخرين فيها. انا اذا الله اعطاني اي نعمه اعطي الاخرين منها، لانه كل ما اعطينا الاشياء اللي نحن الله اعطانا اياها كل ما لا بتكتر عنا وبتكتر عند الناس اللي حوالينا. مثل ما بيقول احد الفلاسفه بيقول ان لما انت بتعطي تفاحه لحدا بتعطي يعني وبيعطيك تفاحه فانت ما استفدت شيء، كل واحد اخذ تفاحه. لما عم تعطيه كلمه ايجابيه ويعطيك كلمه ايجابيه صار لكل منكما كلمتين ايجابيات او شغلات ايجابيه اكثر. فكل ما كان كلماتنا طيبه اكثر مع انفسنا مع الاخرين مع الناس حوالينا حتى مع الزريعه اللي حوالينا، النبات الهواء الشمس، شكرا يا الله على نعمه الشمس على نعمه الحياه على نعمه الوفره على نعمه الناس الحلوين اللي حوالي على نعمه التيسير الالهي اللي انا عم يصير بحياتي. كل ما قلت هيك رح يتجلى الكون باجمل صوره لحتى يحقق لنا هي الاشياء بكامل الثراء والوفره والجمال. اكيد ما في احلى من انه نحن بدينا نهارنا مع هذا الكلام المحفز والمشجع على الصباح، وان شاء الله يكون في اذان صاغيه مثل ما بنقول وناس فعلا تقدر تنشر الطاقه الحلوه والكلمه الطيبه لحتى تعرف اثرها بشكل حقيقي ان كان على نفسها وان كان على الوسط المحيط فيها. شكرا لك وبدي اتمنى لك بقيه نهار كله طاقه حلوه وطاقه ايجابيه. شكرا لك ولوجودك معنا. يا اهلا وسهلا.